طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيهم ويا مرحبا. اليوم موضوعنا عن كلام الناس. الحقيقة أنا اليوم في الاستراحة وشغال وكذا، جاي فاضي الحين، معي ربع ساعة ثلث ساعة قبل المغرب أتكلم معكم. إذا بتعيش على كلام الناس ثق ثقة تامة لن يبقى لك صديق. طبع البشر الحسد والحقد، إذا شافوا أحسن منهم واحد ثاني على طول يدمرون وتدمير. عيال آدم عليه السلام تقاتلوا، الصحابة، الناس، العالم، طبع البشرية، كل واحد يحقد على الآخر ويحسد الآخر ويتمنى زوال النعمة عنه، إلا من كان مسلم. من كان مسلم لا يتمنى زوال النعمة. أنا أعرف أن فلان في 100 مشكلة، وأعرف أن فلان حاقد حاسد، لكن الإسلام حسنه. الإسلام عندنا النميمة محرمة، عندنا الغيبة محرمة، دين عظيم قاعد يوريك أشياء ابعدوا عنها، ابعدوا عنها لأنها تفسد المجتمعات. فإذا بتعيش على كلام الناس لن تعيش حقيقة. يعني إذا قالك واحد كلام لا تصدق، معظم الناس حسدها، إلا تشوف بنفسك وتتأكد بنفسك. وإذا واحد قال لك كلام روح اللي قالك عنه، قل والله وصلنك تقول كذا كذا كذا، وترى الموضوع كذا كذا كذا، وفلان كذاب، وأنا أقول كذا كذا كذا. والرجل الواثق في نفسه يقول مثل هذه الأشياء، ولا يترك الأحقاد تتنامى في الأنفس، ويبدأ هذا يحقد على هذا وهذا يحقد على هذا، حقيقة مشاكل كثيرة. أي واحد يقترب منك أنت بخيارين، أنا كل من جاء قلت مرحبا ألف، ويحملوني مشاكلهم، يحملوني أخطاءهم، يحملوني استشارات، يدخلون مشاكلهم لك، لكن أنا عندي استيعاب وحاول أحتسب عند الله أني أساعد قدر ما أستطيع، وتأثر علي وعلى اجتماعيا وعلى أسري وعلى عائلتي وعلى عملي، لكن محتسب عند الله، ما يهمني أي واحد. ولذلك إذا دخلك واحد هو بحاجتين، إما يدخلك سعادة أما يدخلك تعاسة. ولذلك يجب أن تكون ذكي ورزين في إدخال الناس وتقريبهم في دائرتك المقربة، لأن كل إنسان له دوائر، في دوائر كبيرة جدا وفي دوائر تصغر تصغر. لذلك دائما اختر من يقترمك، دائما الله فوق. إن كان واحد قال عن كلام كويس كسب حسنات، وإن كان قال عن كلام غير حقيقي فقد بهتك وكم لك من الحسنات وكم سحبت منه من الحسنات. وإذا مع يعني يوم القيامة رب العباد يوم يجي يفصل بين الناس، يأخذ من حسناته ويعطيك، يأخذ من حسناته ويعطيك، وإذا ما عنده أخذ من سيئاتك أنت وأعطى الثاني. ولذلك هذا المكسب يا جماعة الخير. أنا ما أتمنى أني أتكلم في أحد ولا أسامح أن أحد يتكلم فيني، أنا يوم القيامة أحتاج الحسنة الواحدة لأني رجل خطأ. دائما حاول تعتذر، إذا قدرت تعتذر فأنت رجل واثق في نفسك. دائما إذا زعلت من واحد وصار موقف اكتب في ورقة ثم مزق هذه الورقة، تلاقي الأحقاد كلها راحت. حقيقة أمك أكثر واحدة تحتاجك، وأمك أكثر واحدة تعبت عليك وتحدى. يا الأب لا يعادل 1% من الأم، الأم اللي حملت ورضعت وتعبت وسهرت وطلعت ونزلت، والمشكلة تطلع عيالها مدمنين أو مدخنين أو لا يبرون بأبائهم، هذه الكارثة. بعد هذا التعب كم تتواصل مع أمهات تقول ابني انزلق، ابني انزلق، ابني انزلق، سبحان الله كم تعبت هذا السنين كله، في النهاية يجي هذا الولد العاق. هذه كارثة، هذه صف الله من قولي لعنة من اللعنات اللي تصيب البشرية. الحقيقة دائما العلاقات اللي معتمدة على المصالح تنتهي بسرعة، ودائما العلاقات المعتمدة على الله ولا تنتظر من أحد مصلحة دائما تستمر فترات طويلة. إذا حبيت واحد قل إني أحبك في الله وأبلغه أنك تحبه في الله، هذه من سنن الله ومن سنن اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما الأمل في الله موجود، دائما في ناس صالحين، دائما في ناس طالحين، دائما السيئين يبينون ويمحصون، الواحد يطلع معدنه صح ولا لا. لا تعود الناس أنك تعطيهم 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 ثم تتوقف، يزعلون منك من البداية. خل بينك وبينهم حدود وفاصل معين، لأنك لو أعطيتهم عينك اليمين قالوا هات عينك اليسار، كذا طبع البشر. الله يرى كل كبيرة وصغيرة، فشوف انت فين انت الآن وش تصلح الآن وش تنويبه. دائما حتى شعاري في الجوال حسن نيتك ستدخلك الجنة، حسن نيتك دائما انها ستدخلك الجنة. حقيقة اذا الناس لا تسمع كلامهم خليك حليم، عندي قصص في الحلم كثيرة جدا وحاول اتعلم، عني رجل احمق طبعي يعني متطبع بهذا الشيء وانفعل، لكن تعلمت وتطبعت ان يكون حليم. من كثر ما يجيني من سب في وسائل التواصل صرت احلم وانتظر الحسن من رب العباد. الحقيقة البشر نوعين، يا حاقد يا محب. فإن جاء خبر كويس المحب يفرح والحاقد يزعل، وإن جاء خبر سيء المحب يزعل والحاقد يفرح. وما أدري شو أقول، يعني طبع سيء في البشرية، ولذلك في جنة ونار على هذا الأساس. حاول تكون مع الناس اللي ينتقدونك سلبي، شفت منهم يلا سلام عليكم ومش، لا تسمع كلامهم
قالوا لك ملابسك ما هي زينه ولا ما ادري ولا كذا، لا اسمع كلامهم ولا تغير ملابسك وابقى بسيرتك، لانهم ان اخترقوك المره القادمه سينتقدون اكبر لانهم يعرفون انك تنفذ ما يريدون. الحقيقه اعظم مكتسباتنا ودائما اكررها هو اسلامنا، اسلامنا 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 اسلامنا، عقلنا يعني ربطني كذا ما خليني اسب احد ولا اتكلم في احد ولا اغتاب احد ولا ابهت احد بالاسلام. وهذا الاسلام عظيم والله لو عرفناه الى الان لم نعطيه قدره. وما ابغى اقول الكلمه اللي يقولها واحد من الزملاء كل ما قابلته قال الله ينصر الاسلام على المسلمين، يقول لما انتم ما مثلتوا الاسلام اجمل تمثيل، انتم شوهتم الاسلام. ولكن نقول ان شاء الله ان الخير قادم، وحفظ الصحابه والمسلمين سيكون قدوه حسنه وسيقود العالم بالعدل وليس باي شيء اخر. عن الله واياكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.